حظ يصنع صناعة، وأنه الأشخاص المحظوظين في الحياة هم أشخاص إما حولهم أحد فهم الخلطة أو هم فاهمينها بوعي أو هم يسوونها بلا وعي. ليه؟ لأنهم تلقوها أيضا من مصدر قريب واعي للفكرة هذه. الشيء اللي موجود في هذا الكورس أنه أنا قمت بدراسة التاريخ، كيف الفراعنة يفهمون الحظ ويعبرون عنه، كيف الصينيين يفهمون الحظ ويعبرون عنه، كيف التراث الإسلامي فهم الحظ وعبر عنه، كيف الرومان فهموا الحظ وعبروا عنه. الحظ كثير حاضر في التاريخ، كثير. هذا اكتشفته، يعني انه مو شيء يعني ثانوي، لا، حاضر، حاضر كثير. في القرآن حاضر، في الحديث حاضر، عند الصينيين، عند اليابانيين، عند الأمريكان. يعني إنسان متحضر مش متحضر، عنده حضارة ما عنده حضارة، كلهم عندهم سلفة الحظ. كل الحضارات كلها جابت طاري الحظ، كلها، كل الحضارات كان عندها طاري للحظ والنحس، أو الحظ أو النحس. فاكتشفت أن الموضوع كثير مهم، كثير مهم، مش موضوعي. يعني معناها أن الموضوع يحتاج انتباه، يحتاج تعلم، يحتاج إدراك، يحتاج أن نفكفك الموضوع شوي، نفهم القصة شوي، يحتاج. فلما درست كل هذه الأشياء اكتشفت أنه في خلطة للحظ، في طريقة معينة كانت موجودة في التاريخ، عبر التاريخ كانت موجودة. ولما أنت تفهم هذه الخلطة وتخليها في حياتك، تسويها في حياتك، تكتشف أنه أنك فتحت باب الحظ، أنك خلاص. الأشياء اللي إحنا عادة نسويها بدون ما ننتبه، عادة إحنا نفقد طريق الحظ. معنى كلامي إنه إذا ما انتبهت أو ما علمت أو ما تعلمت، في الغالب راح تميل إلى النحس، لأنه يا جماعة الحياة فيها ضرب 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 ضرب، أشياء وقصص، ويعني كله، يعني لا لا لا، الماتريكس هذه قائمة على فكرة الخوف أصلاً. فما هي سهلة، ما هي سهلة، بس هي بايخة، هي بايخة من زاوية ثانية. يعني لما تدخل في عمقها وكذا، تشوف الخوف وتشوف الألم وتشوف البهذلة والقصص الدرامية، وما تصفو الحياة لأحد أبداً، لا يمكنها تصفو لأحد. لكن في كذا، خلنا نقول كأنها نجوم لامعة، لما تنتبه لها فقط تعطيها انتباه أو تركز عليها شوي، تعطيها 1% تركيز، فقط 1% تركيز، فقط 1% تركيز، تكتشف أنه واو، كثير أشياء ترتبت، كثير أشياء ترتبت، كثير أشياء ترتبت. كثير من الأشخاص اللي تشوفهم محظوظين، ترى لو سألتهم وش الحظ ما يعرفون. في أشخاص أنت تعرفهم محظوظين، لو سألتهم قلت لهم وش الحظ، يقولك ما أدري، الحظ يعني كذا كذا، يعني من الله، عجيب، يعني الله بعطي أحد حظ وساحب منه الحظ. هذه المعادلات الغير مقبولة، إنه إحنا دخلنا في لعبة غير عادلة. لكن العدالة تتطلب إنه الأدوات متوفرة على الطاولة، الأدوات متوفرة على الطاولة، فيه أحد ينتبه ويستخدم الأدوات، في أحد ما ينتبه إطلاقاً، أو ينتبه ولا يستخدم الأدوات. هذا هو الفرق ما بين الإنسان المحظوظ والإنسان غير محظوظ. المحظوظ اللي ما يعرف إنه محظوظ، في الغالب عنده أم، عنده أب، عنده أخ أخت. أنا أغلب دائما الأم، لأن الأم كثير تأثيرها قوي طاقيا على الإنسان. ففي الغالب في أم عارفة خلطة الحظ، فأوصلتها بشكل لاواعي لهذا الولد ولهذه البنت، بالتالي صاروا محظوظين. خلينا نقول كأنها كارما، بس هي فيها نوع من الفهم، وإن كان ما حضر للوعي، وإن كان ما حضر للوعي، يسوون هذه الأشياء مرات بدون وعي. الحظ هو الاستعداد. مين اللي تعلق؟ نازك أو مين؟ طيب
خلونا ناخذ أسئلة عن الحظ يا جماعة. خلونا نركز. جميع المحظوظين أذكياء؟ أبدا نهائيا نهائيا، ما لها دخل إطلاقا إطلاقا. وراح تشوفينها في مسارات الحظ، ما في طاري للذكاء أصلا نهائيا. ممكن شخص جدا غبي ومحظوظ، ما لها دخل نهائيا، ما لها دخل ما لها دخل. يعني جزء كبير من الأشياء مرتبطة بالمشاعر على فكرة، ما هي مرتبطة بالجسد الفكري. طيب، كيف أعرف أني محظوظة؟ ما أشوف أنه مهم أنه تعرفيها إذا أنا محظوظة ولا ماني محظوظة. أشوف أنه أنت تشتغلين تشتغلين، يعني زي ما أقول كيف أعرف أنه أنا حققت الهدف ولا حققت الهدف؟ اشتغل على تحقيق الهدف خلص. خلي أمسك الخطوات، أحط النية، أحط أكتب الهدف، أركز، أبدأ أشتغل، أبدأ أعمل لما يجي عندي وأشوفه على أرض الواقع. حظ الملايح في الأرض طايح. كثير نسمع هذه الجملة أنه يعني المرأة لما تكون جميلة يعني حظها يطيح وما يكون لها يعني حظ زي المرأة الأقل. و أول شيء الموضوع صراحة في عدد من الزوايا. في زاوية اللي هي زاوية البشرية المتخلفة، إحنا كبشر لما نفشل في أي قصة في الحياة من أصعب الأشياء أن نقول أنا فشلت، فأدور قصة ألزق فيها هذا الفشل. عين، سحر، جني، روح، بطيخ، أم الجيران، من ضمن الأشياء هذا المثل. حظ الملايح ما أدري إيش طايح، إنه أنا يعني مرة جميلة، يعني جميلة بزيادة لدرجة إن يعني عشان كذا هذا السبب اللي خلى حظي تعمل. فعندنا إحنا هالزاوية صراحة. البشر يعني يحبون إنهم يعني عشان ما يحسون بالعار، عشان ما يتفشلون، عشان ما يقولون إنه أنا غلطان وإنه أنا أخطأت واتخذت قرارات غلط وإنه أنا صراحة ما كان عندي نضج كافي، فأحسن يعني يحطونها على سالفة من السوالف هذه. هذه زاوية. الزاوية الثانية إنه مرات لما الشخص يكون عنده طاقة معينة يعتمد عليها، الطاقة هذه تخيب ظنه. يعني لما مثلا أكون جميلة أوكي، وأعتبر أنه هذا الجمال هو اللي بيفتح لي كل البوابات، بس هو بس يعني هو بيفتح لي بوابة الزواج، بوابة الثراء، بوابة أحسن وظيفة، بوابة أحسن منصب، بوابة مدري إيش، بوابة أني أصير أول واحدة في كل شيء، بوابة وبوابة وبوابة. هذه الطاقة والانتظار الكثير على هذه خلينا نقول نقطة القوة اللي عند الإنسان، كثير أصير منتظر منها، كثير ضاغط عليها، كثير ضارب 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 عليها ومعتم، يعني كأنه الحياة كلها صارت قائمة على هذا الشيء. في الغالب يخيب ظنك هذا الشيء، يخيب طبعا عشان تعتدل، عشان تعتدل يعني عشان يعني عشان يعني تعرف انه جمالها ما راح يجيب لها شنطة الشانيل مثلا مرات كذا. يعني بصراحة انه كثير من الاحيان يعني ما يجيب شنطة الشانيل. يعني انا اشوف انه يعني المرأة الذكية تجيب شنطة الشانيل اكثر من المرأة الجميلة. هذه وجهة نظري، هذه وجهة نظري. فهذه زاوية كثير نفهمها، انه لما احنا كثير نحط طلب لطاقة من نقطة قوة عندنا، كثير ناخذ منها تخيبنا عشان نعتدل. شيء ثاني، لما تستخدم أيضا هذه الطاقة بطريقة غلط، لما يكون عندي نقطة قوة وأستخدمها أمررها بطريقة غلط مرة ورا الثانية ورا الثالثة ورا الرابعة، تبدأ تصير كأنها لعنة، كأنه هذا الشيء كارما عليك، مع انك انت يعني واو عندك هذا الشيء
أو واو أنت مشهور تصير الشهرة لعنة، واو أنت جميلة جميلة وجميلة تصير هذه لعنة، واو أنت ثري تصير هذه لعنة. فلما نستخدم هذا الشيء بطريقة غير جيدة، يعني إما أن نمنع الطاقة من المرور أو نمررها بطريقة غير مناسبة أو نستخدمها بطريقة مضرة بالآخرين ترتد علينا أيضا بهذه الطريقة المضرة. فهذه أيضا زاوية أخرى مهم أن ننتبه لها. الحين السيارات مو شرط الشرير، صحيح؟ مشكلة كيف تصيري ذكي؟ آخ هذا التعليق يفوز. المشكلة كيف تصيرين ذكية؟ اي والله كيف تصيرين ذكية؟ يعني صراحة سؤالك يعني بيخليني افكر. يعني كيف تصيرين جميلة؟ تروحين لطبيب التجميل هو يزبط، عادي يزبط. كيف تصيرين ذكية؟ ما ادري والله، يبغالها يعني تفكير عميق.